استعرضت اللجنة المالية النيابية قانون الموازنة العامة وموازنات الدوائر الحكومية للسنة المالية 2017 أمام مجلس النواب بعد أن أنهت فصوله وسلمته للأمانة العامة. وعلى هامش الجلسة ردت الحكومة على ملاحظات النيابية تطرقت إلى قضايا عدة. تفاصيل الجلسة في هذا التقرير. رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة دعا النواب في بداية الجلسة إلى التبرع لصندوق شهداء الأجهزة الأمنية الذي أمر جلالة الملك عبد الله الثاني بإنشائه. وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشار في رده على استفسارات نيابية إلى أن الوزارة قدمت منحا وقروضا لثمانية وثلاثين ألفا ومائتين وأربعة وثمانين طالبا وطالبة. منح وقروض شملت 38,274 طالب وطالبة، وهم جميع من تقدموا للمنح والقروض دون استثناء، ولكن جميع هؤلاء تقدموا بوثائقهم وبطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق منح الطلبة ضمن المدة المحددة. وفي مداخلة له حذر النائب صداح الحباشني من أن الإجراءات الحكومية الاقتصادية ستدفع كثيرا من الشباب الأردني إلى التطرف والانتماء للجماعات الإرهابية على حد قوله. أنا أقول لرئيس الوزراء أن يتقي الله في الشعب الأردني في عملية ارتفاع الأسعار، وعلى المجلس أن يواجه هذا الحكومة حكومة الجبائي. أنتم من أهم أسباب انتشار الإرهاب، ظاهرة الإرهاب. الشعب الأردني أصبح مشروع للدواعش، وأصبح الشباب عرضة للتشويه الفكري من وراكم. الهيئات المستقلة، لو بتروح على الهيئات المستقلة ليش بتروح تجيبوا لنا الكردي؟ ليش بتروح تجيبوا لنا الذهبي؟ النائب فواز الزعبي هاجم وسائل إعلام إلكترونية واتهمها باجتزاء تصريحات له أثناء اجتماع اللجنة المالية الأخير مع الحكومة، وقد نقلت هذه الوسائل عن الزعبي إدلاءه بتصريحات مسيئة للمواطنين. إشارة لما نشرته العديد من وسائل التواصل الاجتماعي حول لقائنا مع وزير المالية والأسلوب العقيم غير المهني الذي مارسته إحدى هذه الوسائل باجتزاء جملة من سياق حديثي حول معالجة العجز بالموازنة، وصورت للناس وكاني أوافق أو أطالب الحكومة الدخول إلى جيوب الناس، فإني ومن هذا المنبر الحر منبر الشعب أؤكد على عدم صحة ما جاء بهذا الفعل غير المهني وغير الأخلاقي. إلا أن اللافت في هذه الجلسة كان مغادرة كل من رئيس الوزراء هاني الملقي ووزير الداخلية سلام حماد قبة البرلمان أثناء قراءة اللجنة المالية لتقريرها حول قانون الموازنة العامة وموازنات الدوائر الحكومية للسنة المالية 2017. هذا وسيبدأ النواب يوم الأحد المقبل بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الدوائر الحكومية للسنة المالية 2017، وسط استياء واضح من توجه الحكومة لرفع أسعار عدد من السلع على رأسها المحروقات.